بالنسبة لأخبار المحافظات، في المنوفية تم تمويل 11 مشروع للشباب ب4 مليون جنيه خلال شهر فبراير. أما في قنا فتم افتتاح معرض أهلا رمضان بالجمعية التعاونية الاستهلاكية. كمان في الإسكندرية تم الانتهاء من تطوير حديقة الشلالات لاستقبال الزائرين في شهر رمضان، وكمان في المنيا تم تنظيم قافلة طبية بمركز صملوط ضمن حياة كريمة. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أعلنت المحافظة أن فرص العمل اللي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية مشروعك خلال شهر فبراير الماضي بلغت 22 فرصة عمل بنطاق المحافظة من خلال تنفيذ 11 مشروع بتمويل 4 مليون جنيه بجميع المجالات الإنتاجية والصناعية والزراعية والتجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة. في قنا شهدت المحافظة افتتاح معرض أهلا رمضان بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تصل ل 30%، وده في إطار الجهود اللي بتبذلها الحكومة لضبط الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين. في أسيوط أكدت المحافظة قيام مديرية العمل بتعيين 695 شاب، منهم 11 شاب من ذوي الهمم، بمنشآت القطاع الخاص خلال الشهر الماضي ضمن جهود المحافظة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب. في الأقصر تم الانتهاء من أعمال رصف شارع يوسف حسن الرئيسي وتفرعاته، بداية من شارع مدرسة الصنايع مروراً بشارع الضرائب العامة القديم حتى شارع طريق الكباش بمنطقة حي وسط، وده توازياً مع باقي الأعمال اللي بيتم تنفيذها بمختلف المناطق والأحياء التابعة لمدينة الأقصر. في الإسكندرية انتهت الأجهزة التنفيذية من تطوير وتجميل حديقة الشلالات الشهيرة بوسط الإسكندرية لاستقبال الزائرين في شهر رمضان المبارك، كما تم رفع كفاءة محيط مكتبة الطفل الموجودة بحديقة الشلالات القبلية وإنارة المكان بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك وفي إطار مبادرة اتحضر للأخضر. في المنيا بتنظم مديرية الصحة اليوم الأربعاء قافلة طبية علاجية بقرية دقوف بمركز صملوط على مدار يومين متتاليين ضمن مبادرة حياة كريمة، وده لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجاً وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيراً عليهم. في الأليوبية تسلمت المحافظة 72 طن سكر لتوزيعها على القرى الأكثر احتياجاً، وده بمدن بنها وطوخ وكفر شكر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وتقديم أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.